ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. الضاد وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيك. السؤال إيه يا شيخنا الحاجة الكريمة؟ في قوله تعالى ووصينا، الووين دول نسميهم إيه؟ يعني حرفين متقاربين ولا حرفين متجانسين ولا حرفين متماثلين؟ لا متماثلين. بارك الله فيك. متماثلين كبير ما شاء الله كويس. انا كنت عايز بس مثلين، بس احنا وصلنا مثلين، وغير يجاوب كبير وغير يجاوب حكمه ايه، وهكذا بحيث يبقى المعلومه سهله للكل. فتح الله لك يا استاذ كريم. انا الحاجه زينب من الجيزه.